السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، تكلمنا فيما سبق عن الخلية، وقلنا إن الخلية هي وحدة بناء جسم الكائن الحي، وتكلمنا أيضا عن الخلية النباتية والخلية الحيوانية والكائنات وحيدة الخلية، وقلنا إن الخلية النباتية بتتميز عن الخلية الحيوانية بوجود بالاستيدات خضراء وجدار خلوي، وتكلمنا عن كل مكون في الخلايا وعن أهميته، وتكلمنا أيضا عن فطر الخميرة، وقلنا إن هو بيدخل في صناعة الخبز والكحول. النهاردة بقى بإذن الله هناخد بقى أهمية ضوء الشمس. طبعا ما نقدرش ننكر إن الشمس عندنا هي مصدر الطاقة الرئيسي لجميع الكائنات الحية، فبدون الشمس تهلك جميع الكائنات الحية. ليه يا أستاذ؟ لأن الشمس عندي بتمد النباتات بالطاقة اللازمة علشان يصنع غذائه من خلال عملية البناء الإيه؟ الضوء. ولو نفتكر مع بعض كده كنا بنقول ما هو الجزء من مكونات الخلايا النباتية اللي بيقدر يكون الغذاء، فاكرين؟ البلاستيدات الإيه؟ الخضراء، هي اللي بيتم فيها عملية البناء الضوئي علشان يمد النبات بالطاقة اللازمة عشان يقدر يصنع غذائه. طيب بالنسبة بقى للحيوانات يا أستاذ، طبعا الحيوانات عندي في حيوانات بتتغذى على النباتات، وفي عندي حيوانات بتتغذى على الفرائس. طيب تعال نشوف الأول الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات زي ايه؟ زي الابقار والاغنام، دول بيتغذوا على النباتات عندنا علشان يستمدوا الطاقة اللازمة لاستمرار حياتهم. وبرضو عندنا بعض الحيوانات زي الاسود والنمور اللي بتحصل على غذائها من افتراس حيوانات ايه؟ اخرى. طيب في عندنا كائنات حية اخرى زي الايه؟ زي البكتيريا، دي بتحصل على غذائها بتحليل جثث الكائنات الايه؟ الميتة. طيب زي ما احنا شايفين في الصورة دلوقتي ان في عندي الكائنات لما جينا نصنفها صنفناها الى كائنات ايه؟ منتجة. يعني ايه كائنات منتجة؟ يعني بتصنع غذائها بنفسها، تمام؟ وفي عندي زي ما انتم شايفين الكائنات المنتجة زي النبات الاخضر اللي قدامي، وفي عندي حاجة اسمها مستهلك اول، يعني كائنات بتتغذى على النباتات، وفي عندي الاسد اللي قدامي ده مستهلك ثاني لانه بيتغذى على ايه؟ على الفرائس، وفي عندي كائنات ايه؟ محللة اللي هي بتتغذى على جثث الكائنات الميتة. طيب هنبدأ الأول بعملية البناء الايه؟ الضوء. طبعا احنا عارفين ان النباتات الخضراء بتحتوي على البلاستيدات الخضراء. طب البلاستيدات الخضراء عندنا بتمتص ضوء الشمس وتعطي النباتات اللون الايه؟ الأخضر. وهنا سؤال مهم يجي يقول لك ما هو الجزء المسؤول عن اعطاء النبات اللون الاخضر؟ اقول له البلاستيدات الخضراء، تمام؟ وايضا البلاستيدات الخضراء عندي بتقوم بتكوين الايه؟ الغذاء. طيب عندنا عملية البناء الضوئي بتتم عبر خطوات هامة. اول حاجة البلاستيدات الخضراء بتمتص الطاقة الضوئية من الشمس. لازم أي نبات علشان تتم عملية البناء الضوئي لازم أن يكون فيه عندنا ضوء الشمس. طيب لو غاب يا أستاذ ضوء الشمس يذبل ويموت النبات، لأن لا يستطيع القيام بعملية البناء الضوئي من غير ضوء الشمس. تاني حاجة بتمتص جذور النبات الماء والأملاح من التربة. الجذر بتاع النبات بيقدر يمتص المية والأملاح اللي في التربة. تالت حاجة بتمتص أوراق النبات غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء الإيه؟ الجوي. يعني إحنا دلوقتي أوراق النبات ديت عندي بتقوم ممتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء الإيه؟ الجوي، تمام؟ طيب وبما إن هي بتمتص غاز ثاني أكسيد الكربون، أمال هي بتديني يا أستاذ؟ قال لك بتخرج عندي غاز الإيه؟ الأكسجين، تمام؟ كل العناصر دي بتتفاعل مع بعضها داخل إيه؟ قال لك داخل البلاستيدات الخضراء من خلال عملية البناء الضوئي علشان تقدر تكون الغذاء والأكسجين. طيب بص بقى معايا كده، هتلاقي عندك
ان في عندنا عشان تتم عمليه البناء الضوئي هتلاقي ماء واملاح اللي بيمتصهم جذر النبات، زائد غاز ثاني اكسيد الكربون اللي بتمتصه اوراق الايه؟ النباتات، زائد طاقه ضوئيه اللي هو ضوء الايه؟ الشمس. تمام؟ وبالتالي هتتم عمليه البناء الضوئي في البليستيدات الخضراء، فينتج عندي الغذاء والاكسجين. الغذاء اللي عندي اللي هو عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن نشا وسكر، وبينطلق طبعا عندنا غاز الايه؟ الاكسجين. يبقى هنا تعالى نعرف مع بعض عمليه البناء الضوئي. اقول له عمليه البناء الضوئي هي عمليه حيويه يقوم بها الاجزاء الخضراء في النبات لتكوين الغذاء من سكريات ونشويات في وجود ضوء الايه؟ الشمس والماء وثاني اكسيد الكربون وبعض الاملاح المعدنيه، وينطلق طبعا غاز الايه؟ الاكسجين. وبكده نكون خلصنا درس النهارده، ونتقابل في سنه رابعه باذن الله في درس جديد، وكل سنه وانتم طيبين.